وده كان بيخلينا نبعد عن اي حاجه فيها معلومات واي حاجه فيها علم. كنا بنحس ان دي حاجه بتاعه المدرسه ودي حاجه بتاعه الملعب. وهتلاقينا في الاخر بنعتمد على الاحساس والخبره. وهتلاقي حاجه غريبه جدا ان جزء كبير قوي من تدريباتنا بقى عباره عن تكرار للي الكوتشز بتوعنا كانوا بيقولوه لنا من 15 سنه و20 سنه. وده يعني اكيد الدنيا اتغيرت عن كده كتير، بس هو ده اللي احنا اتربينا عليه، هو ده اللي اتحفر جوانا. من اهم الحاجات اللي العلم ممكن يساعد فيها ان هو يعمل فلترنج او تنقيه للمعلومات اللي موجوده معانا بس ما بقتش سليمه، او هي من الاول ما كانتش سليمه بس هي منتشره. يعني بيقولوا دايما في كل المجالات وفي كل العلوم مش الخطر او المشكله هتجيلك من المعلومات اللي انت ما تعرفهاش. يعني في محاضرات انت سمعت منها معلومات ما كنتش عمري سمعت عنها، بس دي مش خطر لان المعلومه اللي انا ما اعرفهاش انا مش هاجي ناحيتها. المشكله الخطيره في المعلومات اللي انا متاكد منها وبعملها كل يوم بس هي غلط او ما بقتش صح او كانت صح زمان. مثلا صغير جدا، زمان الستات كانوا بيعملوا لهم اكس راي، الست الحامل بيعملوا لها اكس راي عادي جدا كان الحاجه دي سليمه. يعني دلوقتي طلعت بتموت. كان زمان الماراثون في صور بطولات ماراثون الناس بتشرب سجاير، الناس ما تعرفش ان دي حاجه طبيعيه. فالدنيا بتتغير في حاجات كتير جدا. من الحاجات المهمه قوي ان التطبيقات اللي انا هتكلم عليها النهارده ممكن تساعدنا انها بتساعدك ان انت تستعمل المعلومات اللي هي بقت اكيده، مش اللي لسه فيها مش اكيده. خصوصا ان احنا في لعبه تتميز بسرعه جامده جدا. يعني كلنا لعبنا تنس، في حد منا شاف الكوره وهي بتلمس الفتله بتاعت المضرب؟ مستحيل. انت بتحصل العمليه دي في 4 مللي ثانيه، في عينك قاصره انها تشوف الكلام ده. فانت بتشوف الكوره لغايه قبل ما تيجي في المضرب وبعدين تشوفها بعد ما مشيت، لكن في منطقه انت ما شفتهاش. المشكله دي بيحلها المخ ازاي؟ ان هو بيقوم عامل صوره من دماغه على بيكمل النقط، عارف لما تشوف صوره ناقصه حته هو بيكملها بقى حسب اعتقاده هو. الاعتقاد ده مش دايما بيبقى صح، هو كان متخيل ان حصل كده، لكن السوبر سلو موشن مثلا بقى بيجيب لك اللي حصل بالظبط، فانت مش محتاج تخمن، فهو سهل لنا القصه. دي مقدمه صغيره جدا، دي الحاجه الوحيده النظريه في المحاضره. الباقي بقى كله تطبيقات، حاجات هتستعملها في الملعب بكره او بعده، في حاجات منهم هتلاقي نفسك عارفها بس مش عارف اخرها او ما استعملتهاش، عارفها كويس قوي بتستعملها كل يوم، او في حاجات ما سمعتش عنها خالص وهتلاقيها مفيده جدا وبتستعملها كل يوم. ده املي ان المحاضره دي ان انت على الاقل كل واحد يبقى خارج بحاجه او حاجتين عجبته ومفيده وبيستعملها. كل الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي جربتها وشغال بيها مش يوم ولا اتنين، يعني في حاجات جبتها وما استعملتهاش وهجيب سيرتها برضه. ده زي ما قلت هو في الاخر هي علم وفن. دي فيديو ليوسف حسام واحنا في ماراتوبلو، دي تمرين الفيتنس لايت جيتس. ده اكزامبل على حاجات تكنولوجيه غاليه جدا، يعني السيستم ده ب 20 ألف يورو. هو مهم وحلو وكل حاجه بس هو مش العيشه كلها. يعني اللي انا شفته في الاكاديمي دي زي اكاديميز كتيره جدا تقدر تقول انها مرسيدس بتاعت الاكاديميز، جميله جدا وكل حاجه، بس العامل البشري هو اللي بيفرق. يعني الكوتشز هي اللي فرق، معاهم امكانيات جامده جدا بس العامل البشري بيفرق جامد جدا. ندخل بقى في الموضوع بتاعنا اللي هو practical on board applications of modern technology. practical دي انا حاطط تحتيها خط لان انا بتكلم على تطبيقات كلها عمليه. التطبيقات التكنولوجيه بيتقسم زي ما انا كاتب كده لفيديو اناليسيس، الحاجات اللي هي تبع التصوير، مش بس كل واحد فينا مثلا موضوع التصوير بيجي في باله حاجه واحده، هو كذا حاجه، موضوع الفيديو ده كذا حاجه. وبعدين الداتا اناليسيس ازاي تستعمل الداتا. كل دي لها تطبيقات. حاجه ثانيه بيسموها الويرابلز، الحاجات اللي بتتلبس زي الساعات اللي بقت منتشره قوي بتاعت الفيتنس، الساعات اللي هي مربوطه بالبولر هارت ريت سنسور، الساعات اللي مربوطه بالسنسور بتاع المضرب. بعد كده بقى في ديفرنت ابس والسوشيال ميديا والسوفت ويرز بتاعت الاورجنايزيشن. ندخل بقى في اول موضوع. الفيديو اناليسيس بيقولوا الصوره بتبقى ساعات اوفى من 1000 كلمه. معرفش الفيديو ده باين ولا لا. ده فيديو حد ما كنتش تصوره في كينيا. ساعات كتير جدا الكوتش بيبقى عايز يشرح للعيب بتاعه او يعمل له بالكلمات صوره. يعني في مثل دايما يقولوه، تلاقي الكوتش مثلا بيقول للعيب بتاعه انا عايزك ترفع ركبتك وبعدين تفرد رجلك وبعدين تحط كعبك على الارض وبعدين تحط مشط رجلك على الارض.
هي الصوره معقده جدا، بس هو لو قال له تعالى كان انجز وكانت الصوره اسهل. فساعات الكلام بيبقى معقد شويه. فدي من اول فوائد لموضوع التصوير العادي. يعني الراجل اللي احنا شايفينه ده انا ما اعتقدش انه شاف الفيديو بتاع سيرفو. يعني هو لو شاف الفيديو بتاع سيرفو هو بيركز جامد جدا. موضوع الفيديوز ده بتاعت السيرفات دي منتشره جدا على النت، ناس كتير جدا عندها سيرفات غريبه. لسه كنت في بطوله اي تي بي 75,000، يوسف حسام كان بيلعب معديين، فبيقول لي بص يا خالد الولد ده بيلعب سيرفر عامل ازاي؟ واحد دول 300. قبل ما بيلعب السيرف انا ما رضيتش احط الفيديو بتاعه. بيمسك المضرب والكوره ويعمل كده ثلاث مرات في الفيرست سيرف ومرتين في السكند. غالبا كان عنده مشاكل في السيرف، الكوتش بتاعه قال له الحركه دي هتساعدك عشان الفيلينج بتاع الروتيشن اللفه بتاع الكوره. فبيلعب بطولات اي تي بي كده ومش مكسوف ولا محرج، هو ملتزم بكلام الكوتش وراجل لعيب جامد جدا. فدي اول فايده للتصوير، التصوير العادي خالص ان انت سلو موشن ولا اي حاجه، من مجرد ان الولد زي ما عمرو كان بيتكلم عن المرايه، ان هو بس بيشوف نفسه بيشوف ايه اللي بيحصل. ساعات كتير جدا اللعيب ما بيبقاش عارف هو شكله عامل ازاي وهو بيلعب. احنا ككوتشز لو حد فينا شاف صورته ولا فيديو بتاعه بيلعب بنستعجب جدا. تاني بقى فايده موضوع السلو موشن. احنا عينينا بتشوف بسرعه بيسموها 30 فريم بير سكند. يعني السلو موشن ده بيتكلم في 300 فريم بير سكند، يعني ايه؟ يعني 10 مرات ابطا. الفيديوز دي واحد على الشمال واحد على اليمين بيوري لك اللحظه بتاعت الكونتاكت في سيرفين من بتوع فيدرال. اللي على اليمين اللي شغاله دلوقتي ده حد متخيل ده سيرف نوعه ايه؟ فلات. سيرف فلات. واللي على الشمال هيلف هيجيبه من الاول تاني. الحاجات دي احنا كنا بنتخيلها، يعني اللعيب عمره ما شاف لحظه الكونتاكت بتاعت مثلا سيرف توب سبين. من الحاجات اللي هي تخيلها صعب جدا. مثلا معظمنا متخيل ان السيرف التوب سبين ده، انا مش عايز اقول لك انا في رايي هو تسميته توب سبين دي تسميه غلط. لان هو يعني انتوا متخيلين هو في توب سبين اكتر ولا في سايد سبين اكتر؟ احنا متربيين على انه في توب سبين اكتر، ان الكوره تاخد كده، وان الكيك سيرف ده نوع تاني. السوبر سلو موشن دلوقتي طلع ان الموضوع اغلبيته سايد سبين، ما فيهوش توب سبين كتير. سايد سبين يعني هو بيقابل الكوره بالجنب كده، يعني بياخدها بالجنب مش بياخدها من تحت. نفس الكلام هتلاقيه بعد كده برضه على فيديو تاني على السيرف سلايس. هل هو بياخد الكوره من جنب كده ولا بياخدها برضه من تحت ولا بياخدها سايد سبين؟ الكلام ده ما بقاش تهيؤات او كل واحد ليه وجهه نظر اللعيبه بتعمل ايه. ناس عملت تجارب، يعني عملت تجربه جميله جدا، جابوا كاميرات بتصور حوالي 1000 فريم بير سكند، جابوا بروفيشنال بلاير قالوا له العب لنا احسن سيرف كيك وايد في الناحيه الشمال في الات سايد، وراحوا مصورين. وبعدين جابوه الناحيه اليمين وقالوا له العب لنا احسن سيرف وايد في الجست سايد في الناحيه الثانيه. المفروض ده سلايس وده كيك، وشافوا المضرب. هل انت متخيل لما جه يلعب السيرف الناحيه اليمين في الجست سايد هل المضرب مشي كده ولا مشي كده برضه؟ ده تخيلات، كل واحد فينا عنده وجهه نظر. العلم بقى وراها لك، ورا لك ايه اللي بيحصل ساعتها بالظبط. الفيديو ده هوريه لكم تاني باستعمال برنامج من برامج الموبايل، او ممكن حتى اوريه لكم دلوقتي بنفس البرنامج ده عشان اوري لك ميزه البرامج دي بتعمل ايه. يعني احنا دلوقتي شفت الفيديو مره واحده. البرنامج ده بيسمح لك ان انت مثلا اهو الفيديو مجرد الحركه بتاعت الدراجنج دي بس بتنفعك ان انت تشوف الحته اللي انت عايزها واللعيب يشوفها كويس جدا وتقدر ترجعها تاني. البرنامج ده بينزل على الموبايل، برنامج ده اسمه كوتشز اي، ده من احسن برامج. للاسف البرنامج ده دلوقتي غلوه شويه، النسخه الفري شالوا منها الحاجات كتير. في زيه بالظبط برنامج اسمه تكنيك، هود التكنيك ده بينزل على الايفون وعلى الاندرويد. البرنامج ده بيسمح لك تصور وتقدر تعمل الدراجنج ده، ده السيرف التوب سبين. لو هو فعلا كان توب سبين كنت هتلاقيه بيقابل الكوره في المنطقه دي. هو دلوقتي هيقابل الكوره والمضرب ابتدى يبقى فوق، فهي واخده فاكتور سايد سبين اكتر بكتير ما واخده توب سبين. المنظر ده لعيبه كتير جدا اتعلموا منه السيرف التوب سبين، لان انت مهما وصفته هو مش متخيلها، لكن هو دلوقتي شايفها بالظبط. والفرق بين دي وبين السيرف الفلات بتاعت فيدرر واضح جدا. اللي احلى بقى من السلو موشن واحلى استعمال لموضوع التصوير ده
حاجه اسمها سايد باي سايد كومباريزون، ده اوبشن اعلى في برامج تانية في نفس البرنامج ده موجود. دي مسابقه كده صغيره، حد يقدر يطلع فروقات بين الاثنين فيديوز دول؟ دول انا واخدهم وحاططهم جنب بعض، حد شايف اي فروقات بين الاثنين؟ هي صعبه مش سهله، بس نادي هليوبلس ما عارف اللي جاب. حد عارف بره نادي هليوبلس ايه الفرق؟ اوريها لكم على البرنامج هتلاقيها باينه. على فكره هو المعلومه في الاخر مفيده جدا، هي مش بس مسابقه، يعني انت لو عرفت الفرق هتعرف حاجه مهمه جدا في السباق، حاجه تفرق كتير جدا بالنسبه للمنطقه العربيه بتاعتنا وعدم اهتمامها بالسيرفين. ايه اللي بيحصل في السيرفين دول؟ اساعدكم شويه. ده فيدرر بيلعب فيرست سيرف في الناحيه اليمين، دي باينه من العلامه اللي في نص الملعب تحت، صح؟ واحده منهم بيلعبوا وايد وواحده منهم بيلعبوا تي. ايه الفروقات اللي انت شفتها؟ هتلاقيه في الوايد هتلاقي رجليه وجسمه حودوا سنه زياده، هتلاقي ايده وهي داخله تضرب الكوره كانت داخله كده في الفلات وكانت داخله كده في الوايد، مش كده، هتلاقيها داخله كده. ده كل الفرق، الباص واحد والشكل واحد، حتى عينك العاديه شافك كده. انا بعد ما قلت لك الفرقين هتبص هتلاقيهم واضحين، ولو عايز اوضحها لك اكتر شويه هوري لك فايده البرنامج بيعمل ايه. فيديو بس هشغله من البرنامج اللي فيه تراكنج وفيه التكبير، فانا همشيه لغايه الحته اللي فيها قبل الكونتاكت. الحته بتاعت رجلي دي باينه قوي ان هو حود دي وهو داخل على الكونتاكت، انا هجيب لك اللي هي الوايد كبرتها شويه، تلاقي المضرب واخد بيلف الكوره سايد سبين شويه، الفرق هيبان لو جيت هنا كده، باينت باينة ان ده فلات، ده رايح في النص وده رايح وايد. احنا في بلدنا السيرف بيروح فين معظم الوقت؟ في الفي سايد، لا بيروح وايد ولا بيروح تي، هو في النص. فعشان كده دي اهميه اللي احنا بنشوفه دلوقتي. انا كنت عامل مره محاضره مسميه سيرف ستروس، هو لا ستريت ولا كروس، هو حاجه في النص كده، وبنلعبه كتير جدا. اخر ماتش يوسف كان بيلعب تشالنجر خسر من واحد اسمه ماتيس بورج. يوسف بيقول لي انا الولد نسبه الفيرست سيرف السكند سيرف بتاعته، فيرست سيرف كان حوالي لعب 9 سكند سيرف في الماتش الولد، والفيرست سيرف مش عارف يرجعه. فممكن انت تضيع حياتك عمال تتمرن في حاجات ورالز وبتاع، ويجي واحد بس بيعرف ينشن السيرفات يعذبك. انا بوري لك مثل لكل حاجه في التطبيقات بتاعتنا. هندخل لحاجة تانية برضو لسه تحت العنوان الأولاني بتاع الفيديو، حاجة اسمها هوم كورت كاميراز ايدر فيكس أو موبايل. يعني إيه هوم كورت كاميرا؟ الصورة اللي على الشمال دي من سماش، هنا الملاعب بتاعت سماش فيها سيرفيلانس كاميرا، فيها كاميرات، أماكن كتير جدا بره بقت فيها القصة دي. الموضوع ده ما بقاش مكلف وبينفع في إيد حاجة، يعني أنا كنت بتابع مثلا يوسف أو صفوت ونتكلم مع بعض وهو بيلعب تشالنجر في ايطاليا ولا بيلعب تشالنجر في تركيا، الموضوع بقى سهل جدا، تقدر تعمل له كوتشنج على واتساب وتقول له الماتش عامل ايه والنقطه مشيت ازاي، وتبقى شايف اكنك معاه وموفر تذاكر السفر وكل حاجه. او اللعيب بتاعك بيلعب في بطوله محليه والملاعب بتاعتها فيها الكاميرا دي. ده انا بوري لك كواليتي الصوره، يعني الماتش اللي على الشمال ده في سماش هنا بالسيرفيلانس كاميرا بتاعت سماش. طب الماتش اللي على اليمين ده؟ عندنا في اليوم ده في نادي اليوبلس فعلا، انا مصوره بايه؟ ده انا مصوره بالموبايل، لو حد شايف الحته الخضراء اللي تحت دي، ده انا مصوره من الفتحه بتاعت السور، السور اللي هو بيبقى فيه سامبوكسه كده، انا حاطط الكاميرا فين؟ انا بوري لك ان كواليتي الصوره كويسه جدا، تقدر تشوف بيها اللي انت عايزه. ايه رايكم دي بتنفعنا اكتر في التكنيك ولا بتنفعنا اكتر في التاكتكس وفي المنتل بيتصرف ازاي؟ يعني الكاميرا بتاعت الموبايل والبرنامج الاولاني ده بينفع اكتر في التكنيك، التصوير بتاع الملعب ده ينفعك اكتر في التاكتكس. يعني اللعيب بيخرج من الملعب خسران ما عندوش اي فكره ايه اللي حصل، وانت غالبا قاعد في ملعب التمرين مش ممكن هتتحرك معاه كل مره،
فلو هو عمل حل من الاثنين، انا عملت القصه دي مع ناس كتير جدا ونفعت. يعني الولد ده ما كانش بيكسب خالص، مامته جابت السيديهات من هنا مرتين ثلاثه، اتفرجت على الماتشات ساعدته مشي. موضوع الموبايل ممكن تصور ويبعت لك على واتساب كليبس من الماتشات، بتبقى عارف ايه اللي بيحصل، لان انت احنا بنمرنهم على حاجه في الملعب في التمرين انت ما عندكش اي فكره ايه بيحصل في الماتش، ممكن تلاقي حاجه ثانيه خالص وانت متخيل انه بيخسر بسبب معين وهو بيخسر بحاجه ثانيه. حد عنده فكره ايه بقى الصوره دي؟ ده سمارت كورت اللي كان امين بيسالني عليه، ده اسمه بلاي سايد. ده الصوره دي في مراتوجلو برده. ايه بقى البلاي سايد ده؟ ده اخر الخط بتاع التصوير. ده ملاعب مبنيه على التكنولوجي بتاع البوك اي، اللي هي كاميرات كتيره محوطه الملعب بتبقى مربوطه ببرنامج. او ممكن انقل لك بقى الفاينل بيكتشر. انت بتلاقي مثلا يوسف في الملعب بيلعب سيرفات لوحده، والكمبيوتر ده موجود تحت عند كرسي الحكم كده، يقول لك اوت ان وايد تي 80 كيلو 90 كيلو، بيعد السيرفات، انت تظبطه على مود السيرفات وعمال تلعب لوحدك. بتظبطه على دريل، وهو مليان بيلت ان دريلز، ويقدر يحكم لك ماتش ويدي لك الستاتس بتاعتك. يعني اتنين يلعبوا ماتش مع بعضيهم وهو يقول لهم اوت وين وكل الكلام ده، يحله لوحده عادي، وفي الاخر يعمل لك داونلودنج للستاتس بقى، نسبه فيرست سيرف، بوينتس وان اون فيرست سيرف، بوينتس وان ريسيفنج، مش عارف ايه، يدي لك كل الفيلم ده. حوالي 20,000 يورو في الملعب. على فكره مش بيستعملوه كتير، يعني ما حدش بيستعملوه كتير. نخش بقى على البند الثاني. احنا اول حاجه في التكنولوجيا اتكلمنا عليها الفيديو، ايه دور الفيديو في القصه، سواء الهاند هيلد في الموبايل او التصوير بتاع الملعب وتستعمله ازاي. حاجه ثانيه بقى دلوقتي منتشره جامد جدا، اللي هي الداتا اناليسيس. حد متابع موضوع جوكوفيتش انه رجع ثاني وابتدى يكسب؟ ايوه. في ناس كتير قوي بتتكلم ان من الحاجات اللي ساعدته يرجع ان هو اضاف للتيم بتاعه واحد اسمه كراك. كراك ده ابو الاحصائيات في الاي تي بي، ده اللي ماسك الاي تي بي، حاجه اسمها انفوسيس، ده السيستم بتاع الاحصائيات. المشكله عندنا احنا ككوتشز ان دي الاحصائيات وده الملعب، دول مش مربوطين ببعض، لازم حد يربط دي بدي. كان في فتره من فترات الاتحاد الانجليزي كان بيعمل ريستراكشر البروجرام بتاعه، وكان الوظيفه اللي كان مع عرضها عليا وظيفه اسمها هيد اوف سبورت ساينسز، بتفاسيليتيت، بتسهل العلوم الرياضيه للكوتش. مش مطلوب من كل كوتش وكل لاعب ان هو يبقى خبير في الاستاتستكس او خبير في التصوير او في البايوميكانكس، لازم في ناس بتاخد العلوم دي تسهلها وتطبقها لك في الملعب، عشان ما ينفعش يبقى الدنيا كلها عرفت الحاجه دي وانت قافل على نفسك ومش عارف. وفي نفس الوقت صعب جدا اطلب منك ان انت تبحث في كل الحاجات دي وتدور في الحاجات دي. ايه بقى الداتا اناليسيس؟ انا هدي لك شويه اكزامبلز على احصائيات مهمه جدا ان انت تبقى عارفها، علشان دي هتغير فكرك في التمرين. اول حاجه دي هيبقى عليها خناقه، حاجه اسمها ذا ماجيك نمبر. كريك ده كان بيبيع الشغلانه بتاعته بالماجيك نمبر ده. ايه السؤال اللي ساله؟ كان في سيمينار بتوع الاي تي بي قاعدين فيه كوتشز بتاعت توب بلايرز، سال سؤال لذيذ جدا، هنجربه هنا السؤال ده. لو ماتش الاي تي بي كان 100 نقطه، ماشي؟ النقط بقى في حاجات تحت الاربع ضربات وفي حاجات فوق الاربعه وفي حاجات، ايه انهي نقطه اللي بتتكرر كتير؟ يعني في نقطه منهم اتكررت في المية 30 مره. انهي نقطه؟ ايه الرقم اللي هو كام ضربه؟ كام ضربه في النقطه بتتكرر 30 مره؟ يعني قصده مش حصلت اكتر من ال 50، يعني هي اكتر نوع بيتكرر في ال 100 نقطه بتاعت الماتش، انهي باتر؟ انهي نقطه؟ اربعه. انت جبتها منين؟ صح. حد قال واحد ضربة واحدة، يعني أكتر شوت باتر، يعني أكتر عدد من النقط بتخلص في ماتشات الاي تي بي بضربة واحدة. الموضوع ده بقى فات، يعني هو صادم شوية، لأن الكوتشز كتيرة جدا بتاعت الاي تي بي بلايرز ما كانتش عارفة الحكاية دي. بس ده فاكت، لو حد دخل دور النهارده كان كريستوف كان بيتكلم عليه برضه، كان بيتكلم إن الرجال النقط بتاعتهم 70% من النقط بتخلص قبل رابع ضربة. احنا بنتكلم دلوقتي هو فعلا في حدود 66-70% من النقط بتخلص قبل رابع ضربه. يعني ايه رابع ضربه؟ يعني انا ضربت اربعه؟ لا، انا لعبت اثنين، يعني لعبت السيرف واول ضربه او ريتيرن واول ضربه. الموضوع لذيذ جدا، لسه في اكتر من كده. احنا دلوقتي اتفقنا ان 30 نقطه من المية خلصوا بعد ما الراجل لعب سيرف بس، لعب ضربه واحده، يعني ما عملش اي حاجه غير لعب ضربه واحده. السؤال الثاني بقى ايه ثاني واحده؟ ثاني اكتر واحده، يعني لو دي حصلت 30 الثانيه بتحصل بس 15 ولا حاجه، انهي رقم؟ أربعة؟ اثنين؟ في حد قال ثلاثة، صح ثلاثة. هي بقى الجايزة ثلاثة ليه؟
دي انا ما عرفتهاش. لما الراجل ده ثلاثة كابتن نايل كان لعيب سيرفان بولي وعارف ان معظم البوينتس بتاعته كانت كده، سيرفو تقيل الكرة بترجع سهلة بيخلص. فالسكند موست كومن باترن مش ضربتين، لان الريسيفر ما بيكسبش، هو السيرفر اللي بيكسب. فاكتر حاجة بتحصل يا سيرف ما رجعش يا سيرف ريتيرن كور، لان السيرفر اللي هيكسب برضه. يعني اكتر حاجة بتحصل في رجال السيرفر هيكسب النقطة برضه. تيجي بعديها الاثنين وبعديها الاربعة وبعد كده ميست السيرف بتروح بقى. يعني انت لو قعدت بعد السيرف ثلاث اربع ضربات خلاص كده السيرف راح. الخلاصة بتاعت القصة دي ان 60-70% من الماتش خلص وانت لاعب سيرف وكورة او ريتيرن وكورة. ماشي، دي المعلومة، ده الاحصائية. طب احنا هنعمل ايه في الملعب؟ اول حاجة، هل انت عايز تقضي وقتك في التمرين في الحاجة امه 30% ولا الحاجة اللي هتيجي كتير في الماتش يعني، ولا الحاجة اللي بتيجي قليل، ولا الحاجة اللي ما بتجيش؟ ده السؤال الاولاني. طبعا احنا عارفين اهمية سيرف وريتيرن وبتاع، بس عمر ما حد بعهلنا بالمنظر ده، ان انت 60% من الماتش هيخلص وانت لاعب سيرف وريتيرن او سيرف قصدي وضربة او ريتيرن وضربة، يعني اكتر من 60. هو الحد الادنى اللي يكسبك الماتش كام؟ انت عشان تكسب اي ماتش بتلاقي 50 محتاج كام؟ 51 يعني الدنيا النص زياده. على فكره وقت اللي نادال كان محتكر فيه بطولات الكلي كان عدد النقط اللي بيكسبها كام؟ كام بيرسنت؟ بيكسب كام بيرسنت من النقط اللي بيلعبها؟ 55. يعني 55% من النقط اللي بتلعبها تكسبها انت بطل العالم، لا تنسى. فلو انت عرفت ان 60% بيحصلوا في اول ضربتين يبقى دي معلومه مهمه جدا. طب انا عشان بس ما اصدنكوش هغير لك الموضوع تاني. طب ليه لما بنروح اي بطوله، يعني انا برضو في بطولات الاي تي بي دي قاعدين يمشوا، بيمشوا طول النهار، ما فيش حد بيلعب في سيرفر وترن بس طول النهار بيمشوا. ايه دور التمشيه؟ يعني انا رحت لشربوبة وقلت لها الموضوع بقى سيرفر وترن بس هبطل تمشيه؟ حد عنده فكره بيمشوا ليه؟ يعني ايه اهميه الموضوع؟ هو بيمشي لسببين مقنعين جدا. الاول طبعا اللي احنا عارفينه، بتجيب تايمينج وريزم وشوت تولرنس، يعني ايدك تبقى كونسيستنت وتستحمل ضربات اكتر وما تضيعش كتير، دي مهمه جدا. في نقطه ثانيه بقى مهمه قوي، احنا اتفقنا ان 60% خلصوا في اول ضربتين ماشي، بس التنس زي ما انتم عارفين نقطه مش بتمن بعض. يعني ايه؟ يعني فاضل 30-40% من الماتش، ممكن تيجي واحده منهم تقعد 5-6 ضربات وتطلع فاينل سات سوبر تاي بريك مثلا، تبقى هي دي اللي قلبت الماتش كله. يعني هو بيتمرن علشان في نسب قليله هتحصل، بس ممكن تيجي في وقت مهم جدا. على فكره في واحد عمل بيبر جميله جدا، بيعمل ايه بقى؟ بيوزن لك نقط السكور بتاعت التنس من اقل واحده لاغلى نقطه. يعني ايه اغلى نقطه؟ يعني في نقطه عندها قدره على تغيير مسار الماتش 180 درجه. يعني ايه؟ يعني النقطه دي في السكور احنا الاثنين كنا متعادلين تماما قبليها، وبعد النقطة دي بقيت أنا ماتش بوينت أب وأنت ماتش بوينت داون، تخيل؟ يعني لو واحد قاعد يلعب أربع ساعات تنس حلو جدا وجه في النقطة دي راح عمل دبل فولت ويجي يسألك بقى أنا خسرت ليه؟ ما هو مش عارف إن هي الماتش واقف على الكورة دي، إيه بقى السكور ده؟ صح، فاينل سيت. يعني لو إحنا 1 سيت أول وبنلعب تايب بريك والسكور 5 أول، الكورة دي إحنا قبليها زي بعض في كل حاجة. بعد الكورة دي أنا هبقى 6 5 أب، بقيت ماتش بوينت اب وانت بقيت ماتش بوينت داون. فلو انت مش فاهم القصه دي انت رايح في اي حته هتعمل فيها اي حاجه، اختار اي حاجه، انت كل اللي انت بتعجنه بقالك 3 ساعات ده هيتحدد على الحته على النقطه دي. فده السبب اللي انا مش بغير فكرك، بس بدي لك معلومات انت تستعملها زي ما انت عايز. ما هي ساينس وارت، انت عرفت ان موضوع السيرفات والريترنات مهم، بس في نفس الوقت موضوع التايمنج والريتم والنقط والسكور والحاجات دي مهمه. في سؤال تاني محدش سألوني، طب الكلام ده مختلف في الناشئين بقى، انت عمال تقول لي الرجال بيقعدوا 70% بيخلصوا قبل ضربتين، دي احصائيه للناشئين. طبعا هي اقل، يعني الماتش بيبقى 55% في الناشئين الولاد خلص باربع ضربات، وستيل اكتر من نص برضه. يعني هو النقطه برضه ان هو كل ما بيكبر كل ما في الرجال النقطه بتبقى الاقصر شويه لغالبيه الماتش يعني. البيرسونال رادار ده انا ما كنتش عارف احطه في انهي كاتيجوري، يعني حطيته مع الداتا. ليه بقى؟ انا من حوالي 20 سنه معايا بيرسونال رادار بحافظ عليه على قد ما اقدر. الرادار ده كنت بستعمله علشان المصريين ما بيحبوش السيرف، ما بيحبوش يضيعوا وقت السيرف، وبيحسوا ان ده مش تنس.
فكانت من الحاجات اللي بخليهم يلعبوا بيها سيرفات اقول له كتير. كلم، اقول له اللعبه اتصل. بتاعتنا، انا جاي من الباك جراوند سباحه، كنت بلعب سباحه وانا صغير. السباحه ميزتها عن التنس انها لعبه رقميه، تقدر تقيس تقدمك كويس لعبت وحش. التنس مش كده، انما بالرادار بقت لعبه رقميه. الاحصائيه انا كاتبها فوق دي من كتاب الفيتنس بتاع الاي تي اف في اختبارات قوه الايد، بس اختبار عجبني جدا في التنس، انا بستعمله من 15 20 سنه. كل سن ليه افريج رقم في السيرفات في ستاندرد تيست. التيست ده عباره عن ايه؟ بتجيب الولد في الجوس سايد يلعب 12 سيرف تي لانه اسرع من الوايت، وبنحسب له احسن خمسه في السيرفات. المتوسطات دي في حاجات جايب منها من يوروب وفي حاجات من الانترناشونال. لعيبه مصريين كتير كانت متابعه الكلام ده وبتجيبه، يعني يوسف كان جايب البنش ماركس دي من صغره، ساندرا كانت جايباهم وبيحاول يتحسن، بيبقى عارف وراه ايه في السيرف. ساعات مثلا بتحس ان انت ليك ليميت في السيرفات، ناس فاكره انه مهما افترق هيجيب، لا احنا لنا ليميت. يعني الرادار ده بيوري لك يعني ايه 200 كيلو، يعني الناس اللي بتحط 200 كيلو في الساعه في السيرف دي حاجه ما شفناهاش كتير. فده من الحاجات المفيده على فكره. بيرسونال رادار ده من 20 سنه وبنفس السعر في امريكا $200، منتشر جدا وما اتغيرش خالص وبيعيش. الداتا الثانيه برضو استعملتها كتير جدا اسمها الاجريسيف مارجن، دي مناسبه جدا للمنطقه بتاعتنا مصر وشمال افريقيا. ايه بقى قصه الاجريسيف مارجن ده؟ احنا لعبتنا في مصر نقدر نقول عليهم بيحبوا يحطوا الكوره في الملعب اكتر ولا بيحبوا يهاجموا اكتر ويخلصوا؟ بيحط الكوره في الملعب. طيب هو هل ممكن ان انا انزل ماتش تنس واعمل انفورس ايرورز اقل من المنافس بتاعي واخسر؟ ده ممكن يحصل ولا ده مستحيل؟ يعني انا النهارده نزلت عملت 20 انفورس ايرور وهو عمل 30 انفورس ايرور، هل ممكن هو يكسب الماتش وعمل انفورس ايرور اكتر مني؟ ممكن. يبقى احنا اتفقنا ان الماتش مش هيتحدد بالانفورس ايرورز بس، دي اول معلومه لازم اللعيبه تبقى عارفاها. ماشي، طب هل هو بيتحدد بالوينرز؟ يعني انا دلوقتي عملت 15 وينر وانت عملت 12 وينر، يبقى المفروض انا اللي اكسب؟ يبقى الاثنين دول مش بيكسبوا. جميل، حلوه اللي كابتن نايل بيقول، يعني دي قدام دي، يعني انا مثلا عامل انفورس ايرورز 30 وعامل وينرز 40 يبقى انا زائد 10. ماشي، حلوه، هي قربت تماما من القصه. فاضل فاكتور واحد صغير اللي هي الفورس ايرورز. الفورس ايرورز دي في بعض الناس بتعتبرها هي دي اللي بتحدد المكسب، يعني بيقولوا ان انت لو عامل في اللي قدامك فورس ايرورز اكتر غالبا هتكسب، مش دايما بس غالبا هتكسب. ليه غالبا دي؟ لان احنا عارفين ان انا ممكن في ماتش التنس مجموع النقط اللي انا جايبها او مجموع الجيمز يبقى اكتر منك واخسر. حد مصدق الحاجه دي؟ موجود، هو التنس بتاعنا كده، في سكور ساعات للعيب واخد جيمز اكتر وخسران، واخد بوينتس اكتر وخسران. فهما لو لقينا ان في احصائيه معينه اللي بيعملها احسن من التاني بيكسب 95% من الوقت، تبقى دي حاجه مهمه اكيد. انت لو عرفت ان دي الحسبه هي دي السر يعني بتاعت القصه. السر بقى المعادله الاولانيه دي اللي هي بيسموها الاجريسيف مارجن، بنحسب له الوينرز بتاعته ناقص ضيع قد ايه زائد الكور اللي هو ضغط على الاوبوننت وخلاه يضيعها. الرقم ده انا يعني حسبته ماتشات كتير جدا في مصر من 15 سنه عمال احسب فيه. في برامج كمبيوتر دلوقتي وابس على الموبايل بتحسب ضمن الحسابات اللي بتحسبها الاجريسيف مارجن. كل حياته يوسف كان بينزل يعمل ناقص 40 وبطاطس يعمل ناقص 10 وبطاطس يكسب كل يوم الصبح. يعني هو بيكسب علشان هو مش وحش قوي زي يوسف، ما بيضيعش قوي زي يوسف. كنت مره قريت ان في الرياضه او في التنس في طريقتين تكسب بيهم. الطريقه الاولانيه ان انا بحاول العب احسن من اللي قدامي، دي الطريقه المنطقيه ان هو بيلعب وانا بحاول اعلي عليه، اضرب اجمد منه، اسرع منه، اضيع اقل منه، دي الطريقه اللي مالناش دعوه بيها. دي الطريقه بتاعتنا بقى بتاعت مصر. لو انا ما كنتش اقعد على جنب بالكلام العلمي بتاعك ده سيبنا نكسب النهارده. ايه يا عم هتعمل ايه؟ سيبنا انا ابوظه. ابوظه ازاي يعني؟ اشوف ايه بقى اللي ضايقه بقى، اروح الحمام واجيب الدكتور واعلي الكوره واربط الرباط واعمل كل اللي اقدر عليه. دي الطريقه الثانيه، دي اسمها ايه؟ انا بحاول اخليه يلعب اوحش مني. واخد بالك؟ يعني انا هلعب وحش وهيلعب اوحش. ماشي. حس بقى بالكوتش والمتفرجين والناس اللي قاعده تتفرج على ماتش بالجمال ده، واحد بيلعب وحش والتاني بيلعب وحش منه وهو قاصد يخليه بيلعب كده. انت متخيل في بني ادم ممكن يدفع 2 جنيه عشان يتفرج عليهم؟
انا عارف ان دي كوتشز بتبقى قرفانه تتفرج، هو مش قادر يتفرج، يعني مفيش حد فينا قادر يتفرج على على حاجه كده. ده نوع من المكسب. لكن المكسب الثاني بتاع الاجريسيف بارجن ده، انت بتحاول تلعب احسن منه، هو بيقول لك انت مش هتطور. في مره في امريكا اللي بيكسب الجونيورز اندر 18 بيدوا له وايلد كارد ينزل يو اس اوبن، فولد كسب الجونيورز وبعدين دخل وايلد كارد لعبه اجس، كان ساعتها اجس نمره واحد على العالم. فقال له مش مشكله يعني هنعمل ايه؟ نزل سنتر كورت مع اجس بيمشي، لقى الكوره سريعه جدا، اجس بياخدها اندر رايز وبتاع. قال لا 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 ده بيخوفني، مفيش حد بيلعب ماتشات كده، اول ما تبتدي النقط هيلعب بالراحه طبعا. ابتدى الماتش لقى الكوره سرعت، السيرفات الراجل بيدخل له فوق السيرفيس لاين. فقال لا لا بس عرفت الناس دي عرفت هيعمل له ايه؟ في مصر لما تلاقي واحد بيضرب جامد احنا بنعمل له ايه؟ علم. انا بس عارفها دي، هيعمل لي ايه يعني؟ طبعا اجسي ضرب كوره سريعه فالولد معلها له. اجسي راح داخل لعب درايف بول وما سكتش بقى، راح راح لغايه الشبكه وبص له كده في عينه بيقول له في حاجه في مخك؟ ده مكتوب يعني، هو بينتميديت، هو قفل قصه فوق دي خلاص. يعني انت لما تشتكي ان اللعيبه بتعلي هو عكس منك، هو مش هو، انت لو عندك سماش ولا عندك فوليز ولا عندك اي حاجه مش عارف تحط عياط لي ان هو بيعلي، انت معكش حاجه. ده هو مش كسبها منه بس، بيقول له انت بتعمل ايه؟ كوكيناكس عمل الحركه دي مع نادال برضه، نادال كانت كورته سريعه جدا وعلى باك هاند كوكيناكس. ناس كتير جدا بتقول ان انت لما بتضيع كوره من فور هاند نادال بباك هاندك عمرها يعني ما دايما فورس، هي كوره صعبه جدا، مفيش حاجه اسمها فورس دايما وانت بتلعب مع ده، كوره تقيله جدا على باكهاند. فكوكيناكس قال ماشي ماشي خلاص عرفنا دي، انا بس مش هعليها بس، ما هعليها ستريت على باكهاند الحته الضيقه بقى اللي طلع بره الدبل وبيعلق له ايه جت على باكهاند ولا بالظبط يعني. فده راح مخلصها اون ذا رايز باك كان كروس الناحيه الثانيه. ده اول نقله ليك من الجونيورز البرو، بتعرف ان مفيش حاجه اسمها عنده ويكنس ولا عنده ناحيه تعبانه ولا حاجه. الكاتيجوري الثالث حاجه اسمها الويرابلز. ايه الويرابلز دي؟ المنطقه الحاجات اللي هي بيلبسوها زي الساعات بتاعه الفيتنس وكده. الحاجه اللي انا جربتها منهم هي منتشره قوي اللي هي بولر هارت ريت. كوتش الفيتنس طبعا عارفاها وبتستعملها كتير جدا. ويوسف بيلعب الفاينل بتاع الافريقيه كانت معانا، وكانت اللي هي بالبلوتوث مش على الساعه، يعني انا قاعد معايا الموبايل ويوسف لابس الهارت ريت مونيتور جوه الماتش وانا متابع الباترن بتاع الهارت ريت بتاع الكوتش بتاع الفيتنس اللي كان ماسكها وعمال يتابع فيزيكالي وعامل ازاي. انا جاي من باك جراوند منتل، انا دكتور، فاللي لفت نظري في القصه حاجه ثانيه خالص بقى واستعملتها فعلا اند ات ورك جريت. ودي من الحاجات اللي ممكن تساعدك قوي انك تعرف اللعيب ده بيجرب ايه في الماتش. يوسف كان لابسها من قبل التسخين. فيوسف مثلا وهو قاعد عادي الهارت ريت بتاعه مش عارف كان 70 ولا حاجه، اول ما ابتدى يعمل جوجنج حوالين الملعب وصل 90. ابتدى الماتش على 110 ولا حاجه، عند 120 130 بيلعب احسن حاجه عنده، تلاقي الايس لبس ريدرن مش عارف عمله ازاي على 130. وقت من اوقات الماتش عليهم سيت بوينت، كان ماتش دبل ويوسف كان خلص اثنين اسبوعين استراليان واسبوع الورم اب قبل افريقيه ومش قادر يلعب خلاص بيجيب اخره يعني مش عايز يلعب مش موتيفيتد خالص فلات تماما. سيت بوينت عليهم في ماتش دبل وابص على البتاع لقيت الهارت ريت بتاعه 90 80 اللي هو كان جايبه قبل ما يعمل جوجنج حتى. يعني الراجل مش فارقه معاه تماما، مش معاك يعني، ده ماتش بوينت على سيرفو وست بوينت ولا هو هنا. انت وانت قاعد بره ومعكش المونيتور ده ولا هتفهم، انت مش فاهم ايه اللي حصل ولا يوسف نفسه فاهم. لكن لولا ان البتاعه دي كانت معايا انا مش مصدق ان في بني ادم ممكن يبقى عليه بريشر بالدرجه دي وهو كول كده. بتبتدي تعرف منها الزونز، يعني يوميها كانت لميس بتلعب فاينل في ملعب تاني، فكل شويه اروح ابص على لميس وارجع. ما بقيتش اول ما ابص على يوسف بس، ببص على التاب اشوف الهارت ريت. لو لقيته في 120 130 تطمن ان يوسف بيلعب. دخلنا في التسعينات لا ما فيش، ممكن تزعق له ساعتها تحط فيه. انا اتكلمته في الماتش زعقت فيه. بعد الماتش بيقول لي بص يا خالد يعني انت لو ما كنتش صح في الوقت ده انا كنت هخرج معاه اتخانق معاك، بس انت فعلا ساعتها لما زعقت لي انا ما كنتش فارق معايا الماتش باي حاجه. ما كنتش عايزه اساسا، كنت عايز اروح يعني. اللي خلاك تتاكد العلم ان انا متاكد تماما ان هو فلات مش فارقه معايا. دي اخر حاجه بقى هختم بيها وهي حاجه مهمه جدا وهنطول فيها شويه احكي لكم. دي هتحل مشاكل كتير جدا من المشاكل اللي اواجهها في الانديه بتاعتي. هتحل مشكله اللعيبه اللي مش بتحب تلعب بعض، اللعيبه اللي بتخاف تلعب بعض، الاهالي اللي عندها مشكله مش عارفه ايه بيلعب مع ناس جامده ليه ولا بيلعب مع ناس ضعيفه ليه ولا انت عايز تطلع عليه حد ولا تنزل عليه حد.
وتحل لك مشكله اللعيبه بتتمرن حلو جدا وما بتعرفش تلعب الماتش. دي يعني سحر واستعملتها كتير جدا. يعني انا جربتها فتره في حياتي في القطاميه في اللادر، واحنا كلنا سمعنا عن اللادر، بس هو لادر بتعديل معين. التعديل ده هو اللي فارق فيه تماما، مخليه حاجه تانية غير اللادر. انا جربت اللادر ده من حوالي 15 سنه في القطاميه، كان حاجه معروفه اللي هو حاجه اسمها فروج ليد، اللي هو اللادر اللي انتوا كلكم بتسمعوا. ايه الفروج ليد ده؟ ان فلان فوقيه، انا كسبت فلان، انا نطيت بعيد فوقيه والناس كلها نزلت. ده اللادر اللي كلنا نعرفه، صح؟ ده عيبه ان بعد لفه واحده كلنا بنزهق، خلاص عرفنا المستويات وسبت، مش ممكن هطلع تاني، خلاص انت بتعمله اسبوعين وخلصت واللعيبه زهقت. اللادر ده انا قعدت اعمله في اليوبلس حوالي 3 4 اشهر واللعيبه قتيله. انت متخيل لما يجي لعيب جامد عايز يشد اللعيب الضعيف ويلعب معاه غصبا عنه؟ انا وصلت ان اللعيبه الضعيفه بتقول لي يا كوتش هو عايز يضحك على عايز يلعبني. تخيل احنا كنا بنتحايل على اللعيب الجامد عشان يلعب مع الضعيف، دلوقتي الضعيف بيجري منه بيقول لي هو جاي ياخد نقط على قفايا، انت خليته بيدور عليه. يعني انا عندي لعيبه كان بيلعب في اليوم 6-7 ماتشات، لان الماتش بتاعنا في السيستم وات ايفر سكور، ممكن تخليه شورت سات، ممكن 4 جيمز بس 3 تايم بريكس، اني سكور جوز. ده برنامج فري تماما بينزل على الموبايل بتاعك اونلاين في كل الاوبشنز دي. بس انا هقول لك ايه التريك اللي خليته يطول، وليه اللعيبه بتحبه، وليه اللعيبه وصلت ان عايز تلعب كتير قوي كده، وايه النتائج اللي عملها اللعيبه. طبعا لما لعبت ماتشات كتير جدا ما بقاش عنده مشكله في التطبيق، بقى بيروح الماتش بيسمع، بقى عامل زي الرواد، عارف الرواد اللي كل يوم اربع وسبت عمال يلعب دبل في الناحيه الشمال وعامل مضرب كده، هو حافظ انه يعمل كده، خلاص حفظها يعني. الثاني بقى بيلعب ماتشات طول النهار، انت عمرك ما تلاقي الفترنز دول بيجي يلعب برايفت ولا بيلعب اي حاجه، هو بيلعب دبل بقاله 9000 سنه واقف في الحته دي بيلعب دبل، بقى خبير فيها. ايه بقى البرنامج ده بيعمل ايه؟ بيستعمل نوع رانكينج او ريتنج اسمه ايلو ريتنج. الايلو ريتنج ده معقد شويه بس انا هسيبه لك خالص. هو عباره عن ايه؟ انا لو كسبت لعيب اجمد مني هاخد نقط كتير قوي، ولو خسرت من لعيب اجمد مني هخسر نقط قليل قوي. هي الفكره سيمبلي كلنا بنبتدي ب 200 نقطه او 100 نقطه بعدد من النقط ثابت، كلنا زي بعض. على فكره الجميل ان البرنامج بيعمل كل ده لوحده، انا بس بشرح لك الخلفيه عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل يعني، لكن حتى لو مش فاهم ايه اللي بيحصل هو جميل جدا، مش فاهم اي حاجه شغال. انا بشرح لك ايه القصه وايه اللي بيشبط العيال. انا لو كسبت، احنا كلنا زي بعض، ابتدينا اول ماتش انا كسبت، حتى انا طلعت وهو خسر شويه نقط، فبقى الناس اللي ما لعبتش زي ما هي 100، اللي كسب بقى مثلا 120، واللي خسر بقى 90. هي دي بدايه القصه كلها. بعد شويه من الناس بقى ليها وزن، لو انت لعبت واحد ضعيف بتاخد نقط بس مش كتير. فدي الفايده اللي بيدور عليها اللعيب، انه مثلا هو دلوقتي بقى الثاني بدل الاول، واحد سبق ولعب ماتشين امبارح، تلاقيه جاي من البيت مخصوص بيجيب اي حد من الصغيرين وياخده ويروح بيه على الملعب. يا عم رايح بيقول لك كوتش لازم، هو ضامن الماتش ده هيكسبه، هيكسبه ان شاء الله يديله نقطتين بس هينططه فوق اللعيب. اللعبه كلها مبنيه ان البروجرام ده اونلاين على الموبايل بتاعي، انا طول النهار بلاقي لعيبه ماشيه ورايا في التمرين عمال بيبلغني النتيجه، بتدخلها اونلاين في ساعتها. مست الاونلاين اكسبوجر، مامته قاعده في البيت عماله تتمنظر على مامه التاني، كله شايف الفيلم، كله كل الناس عارفه المستوى. حكايه ان هو متشاف بتخلي الولاد عايزه تلعب وعايز يبان. ترتيبك ما بيقعش لو بطلت ولا حاجه، انت ليك مكان ثابت بتقعد شويه عليه. مفيش انهيار، الخساره مش بترميك في الارض، انت بتنزل حته صغيره وممكن في ثانيه تعوضها تاني. بينفعك طبعا ككوتش ان انت تبقى عارف الكرنت المستوى الحالي بتاع اللعيبه. انت كلهم بيلعبوا بعض وكل الناس شايفه النتائج دي على البرنامج، شايف الترتيب وشايف القصه كلها، فانت شايف كل حاجه طول الوقت. البرنامج ده اسمه جلوبال تنس نتورك، عليه لادرز وعليه بس هي اللادر وتختار له ريتنج وهو بيعمل لك كل البيانات، تدخل اللعيبه، تدخل النتائج اونلاين فري كومبليتلي. الاوبشن اللي بفلوس فيه عشان اللعيبه تشالنج بعضيها، وده مش مهم يعني بالنسبه لنا احنا ان هو يكلم التاني ويلعبوا بعض ولا لكن الاوبشن بتاع انك تدخل النتائج وانت كادمن ده ببلاش تمام، تقدر تحط عليه زي ما انت عايز، وفي سنجل وفي دبل، ممكن تعمل في نفس النادي لادر بتاع كبار ولادر بتاع صغيرين. انا اللي وقفه في اليوبلس ان احنا الملاعب قلت، هي دي المشكله الوحيده، ان انت لازم يبقى عندك ملاعب عشان اللعيبه تلعب الماتشات دي. في
في طبعا بقى حاجات تانية الادز مثلا، دي حاجات كومن في ايدينا كلنا يعني، مثلا الواتساب والكلام ده بيستعمل في الكوتشنج، انت لعيب طول النهار بيكوميونيكيت معاك منتلي، بيكوميونيكيت بماتشات، بتبعت له فيديوز. في ابس مثلا مهمه للناس اللي بتشتغل مع بروفيشنال بلايرز او جونيورز، اكزامبل في برنامج اسمه ريزالتينا. ريزالتينا ده بيعمل ايه؟ ده بيجمع داتا من كل حته، يعني مثلا انا مثلا مهتم بلعيب مثلا مواليد 2000، تقدر تحط معظم التوب بلايرز اللي في العالم مواليد 2000 على البرنامج، كل ما يعملوا حاجه البرنامج يبعته، مش محتاج ان انت تدور في الاي تي اف ولا تدور في فيوتشرز ولا تدور في تنس يوروب، هو بيجمع لك كل ماتشاتهم ويقول لك ان النهارده كسبت كذا خسرت كذا بتلعب هنا، ويبعت لك لوحدك من غير ما انت تدور. اسمه ايه ده؟ تحط عليه عدد مش طبيعي من اللعيبه. اسمه ايه؟ ريزالتينا. في برنامج تاني مثلا زي ده بيبقى للفيدريشنز اورجانيزيشن، اللي هو التورنمنت بلانر، ده غير الدنيا خالص عندنا في البطولات والكلام ده. في كوتشنج ويب سايتس، كان زمان الانفورميشن قليله جدا، المشكله دلوقتي مش في عدم وجود انفورميشن، في ان انت تعرف منين السايت ده كويس ولا ده انفورميشن عبيطه ولا ده كويس. في سايتس كويسه جدا دلوقتي، طبعا البيزنس ده كبر وبقى فلوس جامده شويه، بس في حاجات كويسه جدا. يعني مثلا انا على الموبايل بتاعي عندي عشان استعمل لايك كوتش ده، عشان استعمل الفيديوز لازم يبقى عندي داتابيز من فيديوز بتاعه بروفيشنالز من كل الفيوز، يعني عندي سيرف من ناحيه اليمين وسيرف متصور من الشمال وسيرف فرونت وسيرف باك، فيرست سيرف سكند سيرف ولاد وبنات، بتبقى مسليه جدا ان العيب بعد ما يتصور ما تصور له السيرف بتاعه عايز تشوف نفسك مع مين، تقوم حاطط له كومباريزون مع بروفيشنال. ففي حاجات عينينا ما بتبقاش شايفاها، مجرد ان الولد بيشوف الكومباريزون بتاعه مع اللعيب بتاعه اللي هو بيحبه من غير ما انت تقول اي حاجه. هل في ريتيرن هنا لفدر مع يوسف؟ ده صفوت مع ادهم جابر. ده الجميل فيه ان انت تقدر تحط صوت كمان، انت هتسمع صوتي انا بتكلم بس الصوت مش باين. ده بتحط كومباريزون مع اي حد. ده برضه تقدر تعمله في الملعب وانت واقف في الملعب، انت صورت اللعيب معاك الداتابيس بتاعتك على الاب، ما تاخدش ما تكملش دقيقتين تكون عامل القصه دي، واللعيب بيشوفها وتقدر تعمل اللي انت عايزه. تقدر توقفها وتقدر تجريها وتعمل منها كل اللي انت عايزه. ده فدر مع يوسف حسين. بيخليك تشوف ديتيلز، انت بالنظره العاديه بتشوف الموضوع اوفر وول شبه بعضيه، بس انت بتيجي تشوف الديتيلز تلاقي لا في فروقات. تقدر توقف بقى زي ما انت عايز، تجيب نفس الحته ترجعها له تاني.